كما شفتوا في الفيديو الاولاني التقديمي كنتواجدوا في واحد المنطقه اللي جات لينا ما بين قزنايه، راه هي داك البني اللي ملي قزنايه واحد، ثاني حاجه المنطقه الحره هذوك قزنايه الديور ديال قزنايه، هذه المنطقه الحره جوج ف وكاين عندنا المطار. انتوما اذا عندنا المطار، عندنا المنطقه الصناعيه، ها الطائرات بانوا لكم، وعندنا المنطقه الصناعيه، وعندنا هنايا قزنايه، وعندنا ما بين هذه المنطقه وهذه المنطقه كاين عندنا المدينه الجديده ابن بطوطه، هي في الحقيقه شو هذه هي المدينه الجديده. ندخل دابا نضرب لكم فيها شي دوره، هي في الحقيقه فين كاينين دوك لي طرافو، راه هما لتحت شوم. دابا ندوزو نشوفو شكون هما هذوك، بانوا لي بحال جي تي ار، بانوا ليكم هي كون خرجوا شي طريق من هذا الرون بوان، طلعوها من هنايا مع هاد الغابه وخرجوها في الرون بوان الكبيره، غتكون احسن حاجه. شو تخرج في هذيك الرومبا الكبيره وتخرج من هنايا الطريق للحي الصناعي ديريكت، تختصروا المسافه ودرك على ديك البلاصه حيت كلشي كيدوز من اللي وعاود يدخل لهنايا وعاود يرجع، الاغلبيه خدامين هنايا، غتكون احسن حاجه. البرنامج ديالنا ديال اليوم غادي نهبطوا للكورنيش نشوفوه فين وصلوا فيه، خليناهم كان على مشارف الانتهاء غيكون دابا سهاله، وغندخل لكم المنطقه الصناعيه من هنايا مع الجن مع الجن مع الجن، ونمشي لكم لقزنايه. قزنايه مزيانه. دابا قبيله كنت كنصوف عاود الريح، شوف كان عندي واحد البيكي شوف البيكي عواج ليا، كيوقف ليا دابا الموتور عواج و تيطيح نرد معاه، شوف البال دابا خصني موديفيه، غادي تبعو معانا عاوتاني هاد الموديفيكاسيون. وكانت عندي الرويضه كتحك ليا، شوف كانت عندي الرويضه كتحك ليا من هنايا. المهم راه قديتو صوب، شوف المسائل كلشي ما تخافوش عليا انايا، انا وعاود الريح مفاهمين. اليوم اخواني اخواتي كاينه رياح جد قويه، واحد كاين حراره مفرطه بزاف، حراره سخون الحال اليوم في طنجه، جوج وغادي ندخلوا دابا نشوفوا المدينه، ابن بطوطه. ابن بطوطه خوتي كتنقسم لا ثلاثه ديال الحوايج، اول حاجه كاين عندنا الاقامات ديال 25 مليون، اقامه ديال 25 مليون وما هادو اللي جاو لينا على اليسر ديالنا. شو اقامات شي دابا حتى الاقامات فرضوا عليهم باش يديروا له شجر، هاد البلايص اللي كتشوفوا فيهم هنايا اقامات خضراء، هذوك اسباس فير تما دابا يهرفوا عليهم يطلعوا فيهم اقامه، هكونوا هاني اقامه ديال 25 مليون هما. شو الاغلبيه ديال الناس ديال اوروبا، فين محمد؟ هاني الله يستر امرك، الله يحفظك ليا، فين غبرتي؟ ايوا حنا الحمد لله الحمد لله. شي الاغلبيه هنايا الناس ديال اوروبا، الله يستر لهم الامور، شايرين هنايا وسادين وكيجيو غير في الصيف، هذه وحده. كاين عندنا البحر راه هو خمسه ديال الدقائق بان لكم، الله راه هو البحر، شوف راه هما الموج ديالو. كاينين الناس كيمشيو من هنايا ليهم حتى كيوصلوا للبحر، امان الامان، الدنيا كلها سيكوريتي وكلها الناس ديال. ثاني حاجه كاين عندنا هاد الاقامات فيهم لي بيسين زايدين على هادو، هادو فيهم لي بيسين وفيهم داكشي محروسه وعندها الدخله وحده، سمعتوني هادو ما فيهمش ما محبوسينش، هادو محبوسين، شوف هادو محبوسين، الداخل شكون مشاو خارج شكون مشاو،
ارى لا كارت خرج لا كارت، شكون شاف فين غادي عند نجي؟ شوف راه دايرين البارير، بان لكم راهم دايرين البارير. كاين فيهم لي بيسينات، هادو كل هادو ثلاثه ديال الاقامات فيهم، شوف هادو كلهم فيهم لي بيسينات. بارك الله على صاحبي العزيز، الله يحفظك ليا. انا راه فين ما مشيت كندير بلاصتي وتندير اصدقاء واش ندير، تخافوش عليا انا، انا سوسيابل، انا دغيا كندير الاصدقاء وكندير المعارف. وطالقه في سفينة الله، وطالقه النيه ديالي، سمعتوني، طالقه انا النيه ديالي. عندي واحد الملاحظه لشي ناس قال لك اودي ما تبقاش دير النيه و... لا خاي لا 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 بالعكس، كنديروا النيه ديالنا وتنبقاو غادي نفس الاراده. غيرتي الاسلوب ديالك في الحياه تتعذب. دير النيه وسير، ودير راسك ما كتفهمش باش تزيد تفهم. انت الا كنتي كتفهم ودير راسك ما كتفهمش ما تفهم والو. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ انايا سوبر مارشي بزاره خضاره، صاب المسمن، شويه ديال الحوت، شويه الكفشه، شويه السرديل، فرماسيان، تحويلات الماليه، قهيوات، طاكسيات الخطافهم الله يستر لهم الامور، ميسترين معنا هذا القنج هنايا. وكاين عندنا كاين عندنا هاد البلاصه اللي من هنايا شتيها، هادو الاقامات. وهنايا كاينين هادو دو لوكس عاوتاني شي حاجه مجهده على هادو. وكاين عندنا فيلات، وكاين واحد الاقامات اخرين في وسط الجبل راهو ما شفتهم. وكاينين اقامات اخرين حتى هما خدامين، فهمنا فهمنا. هادي عقبه غادا تزيرنا، هاد العقبه كويسها علينا. غندوز لكم اللي باش نوريكم شي حوايج اخرين. هادي رومبا كبيره ما كيحترموهاش، ردوا معايا البال. واخا كاينه هنا رومبا كبيره راه ما كيدوزوش منها، كيدوزو من اللي رديت لهم البال انايا. راهم الفيلات كاينين هنايا، كاين فيهم واحد مسجد. شو داروا لهم هنايا شي مقاطعة بانت ليا جديدة، شي كريان هنا بدا كيتزاد. اجي نتوما هذا الكريان بدا كيتزاد هنايا كيفاش، منين جيتو نتوما؟ ها جيت واحد المقاطعة وبنيتو كريان هنا، كيفاش؟ شنو كيدير هاد الكريان هنا؟ اش من كريان اصاحبي؟ هادوك راه بنية. راه حيت الكريان كيبدا من البنية. سير اصاحبي صور ودير في سوق راسك اصاحبي، شنو بغيتي انت تقلب على المشاكل هنايا في طنجة عاوتاني؟ اسمحوا لي اسمحوا لي اسمحوا لي، لأن راه فيا شوية ديال مرة مرة كيخرجوا رجليا من الشواري، مرة مرة كنبقى نبيضالي في الخوا، اسمحوا لي اسمحوا لي. هنايا كاينين الفيلات لي من هنا كيجيو صحاب بنو بطوطه، يقطعوا من الطريق من هنايا وكيخرجوا من هنايا ويجيو للبحر. ها
البحر ديالهم هو هذا. البحور عندهم ناضين والرملة نقية والناس عندهم الدبين بزاف. هادشي اللي لاحظت انايا الوقيف كيقطعوا الطق صحاب الطوموبيلات دوك صحاب السوقان ديال العشوائي ردوا البال. هاد الناس راه خصك توقف لهم في السطوب، الا ما وقفتيش في السطوب راه تضرب شي واحد وتولي انت وياه في الكعيب. مشابهه الاوفياء وصلنا لهنايا، خليتكم على خير وما كان غير الله الوطن الملك. نكمل لكم الفيديو لهاد الجهه، خليكم معايا.